مشروع أبل السري في مواجهة الخصوم، وهل ستصبح أبل ووتش ضرورة في المستقبل القريب؟ أهم 5 ميزات في ساعة أبل ووتش الجيل التاسع وساعة أبل ووتش ألترا 2 القادمة. مرحبا واهلا وسهلا فيكم بقناتنا AR4Tech. اليوم بدنا نحكي عن تسريبات الابل ووتش الجيل التاسع وابل ووتش الترا 2، ولا تنسى تتابعنا للاخر. بدنا نحكي عن مشروع ابل السري في مواجهة المنافسين اللي حيجعل من ابل بالقمة. من عام 2015، من وقت ظهور ساعة ابل ووتش الجيل الاول لليوم، ما فكرت اقتني ساعة ابل ووتش، مع اني من محبي التكنولوجيا ومن محبي الابتكارات الحديثة، لكن فعلا ما فكرت اني اشتري هالساعة لاني ما حسيتها حتقدم لي الكثير، وبنفس الوقت لانه كان في عندي ساعات الاندرويد كانوا ارخص منها بالثمن وبيوفروا نفس الميزات. ومع مرور الزمان بدات ساعات الاندرويد بالتراجع بمقابل صعود قوي جدا لساعات ابل. بالنسبه للهواتف الذكيه دائما في منافسه شرسه بين الشركات المختلفه، اما بالنسبه للساعات الذكيه حاليا في شركتين او 3 شركات بما فيهم ابل، هن الوحيدين الحاليا موجودين بالسوق عم يتنافسوا. في عنا 5 تغييرات رئيسية على ساعة أبل ووتش الجيل التاسع وساعة أبل ووتش ألترا 2. التغيير الأول المعالج. يعتبر المعالج القادم أبل S9 من أهم الترقيات القادمة إلى ساعة أبل ووتش الجيل التاسع وساعة أبل ووتش ألترا 2. يا ترى شو السبب؟ إذا نظرنا إلى ساعات أبل ووتش، أبل ووتش S6، أبل ووتش S7، أبل ووتش S8، آخر 3 موديلات من ساعات أبل، الاسم اختلف لكن المعالج هو نفسه. أضافوا له بعض التغييرات لكن نفس المعالج ونفس تقنية التصنيع اللي هي 7 نانومتر. إذا بنرجع لورا 3 سنين بسنة 2019، أبل نزلت الآيفون 11 بنفس تقنية التصنيع اللي هي 7 نانومتر. هذا الكلام بيعني أنه أبل عم تستخدم تقنية تصنيع قديمة صار لها التقنية 3 سنوات. إذا المعالج بتقنية تصنيع 5 نانومتر حيكون قيمة إضافية لساعة أبل، رح يقدم كتير بالنسبة للأداء وكفاءة باستهلاك الطاقة، مع أنه ساعة أبل ووتش حاليا ما بتشكي من مشاكل بالسرعة ولا مشاكل من الطاقة، لكن هذا الشيء ما بيبرر أنه أبل صارت 3 سنوات ما رقت المعالج، ولا سيما بآخر إصدار من ساعتها أبل ووتش ألترا ارتفع السعر بشكل ملحوظ. التغيير الثاني هو البطارية. مع انه ساعات ابل ووتش اللي صدرت بالعام الماضي ادت اداء كويس بالنسبة للبطارية تصل حتى 3 ايام، لكن بشكل عام البطارية هي عامل حاسم باختيار اي سمارت ووتش، لانه السمارت ووتش اذا كانت بطاريتها سيئة فانت عمليا ما حتستفاد منها ولا بشي. تصور انت بالنهار عم تستخدم السمارت ووتش وبالليل بدك تنام، لازم السمارت ووتش تراقب مقاييسك الحيوية، تراقب دقات قلبك، تراقب النوم عندك. إذا خلصت بطاريتها أثناء النوم أو قبل النوم فأنت عمليا ما استفدت من السمارت ووتش ولا شيء. إذا المعالج بتقنية تصنيع 5 نانومتر أو 3 نانومتر حيكون قيمة إضافية لساعة أبل ووتش، وبالتالي حيأثر هذا الشيء إيجابا على عمر البطارية. التغيير الثالث، طبعا هذا التغيير بهم محبي الموضة، هو ألوان جديدة وأحزمة جديدة. بالنسبة لساعة أبل ووتش الجيل التاسع وبالنسبة لساعة أبل ووتش ألترا 2 رح تضيف أبل ألوان جديدة. يشاع أنه اللون الأخضر الغامق أو الأخضر الزيتي وكمان اللون الأزرق الغامق، كمان هاي ألوان جديدة حتكون موجودة بالإضافة للون الحالي اللي هو الفضي مع البرتقالي. بالنسبة لإلي أنا بفضل الألوان الأزرق الغامق والفضي بحبه كمان، وبحب اللون الأسود. التغيير الرابع هو نظام التشغيل الووتش او اس 10. اذا نظرنا لساعة ابل ووتش من الجيل الاول من عام 2015 حتى الان، حنلاحظ انه واجهة الساعة او الهوم سكرين مثل ما هي. اكيد في تغييرات لكن التغييرات عم تكون طفيفة، ما كان في تغييرات جوهرية من وقت ان طلعت الساعة. وفقا لمارك غورمان المحلل المشهور ببلومبرغ، تخطط ابل لاجراء تغييرات كبيرة وملحوظة على الشاشة الرئيسية للساعة. تعتزم أبل إحضار الويدجت إلى واجهة الساعة لعرض المعلومات السريعة مثل حالة الطقس والمواعيد والأسهم وغيرها. رح تسهل طرق الوصول للمعلومات، رح تخلي التعامل مع الساعة أسهل من دون الحاجة لفتح التطبيق كل مرة. التغيير الخامس والأهم هو الشاشة.
هون اسمحوا لي اتوقف لاحكي لكم عن شاشة ساعة ابل ووتش. شاشة ساعة ابل ووتش الحالية هي من نوع ريتينا اوليد LTPO، هي تقنية جديدة مطورة من شركة ابل لتحسين استهلاك الطاقة. تستخدم هذه التقنية بشاشات الايفون وشاشات الابل ووتش. تقوم ابل حاليا بتطوير الشاشات داخل مختبراتها ان هاوس لانتاج شاشات جديدة بدلا من استيراد الشاشات من شركات خارجية. تسعى ابل لتطوير هذه التقنية داخليا بتقنية مايكرو LED. هون ما لازم نخلط ما بين المايكرو LED والميني LED. الميني LED اصلا ابل عم تستخدمها حاليا بالايباد، لكن المايكرو LED هي عبارة عن تقنية جديدة من الشاشات. تقنية المايكرو LED اللي عم تشتغل عليها ابل حاليا هي تقنية مجنونة بكل ما تعنيه الكلمة. نحن عم نحكي عن ثورة جديدة بصناعة الشاشات تقودها ابل. نظريا يصل سطوع شاشة المايكرو LED حتى 1,000,000 نت. انتم متخيلين قديش الرقم كبير؟ 1,000,000 نت. اكيد نحن هون ما عم نحكي عن اضافة 1,000,000 نت للساعة او للتليفون، لكن هذا هو مستقبل التقنية اللي عم تشتغل عليها ابل حاليا. يعني حاليا سطوع شاشة ابل 2,000 نت وبالشمس بتشوفها واضحة وساطعة، فما بالك ببساطة ابل ممكن بهي التقنية الجديدة ببساطة ممكن تضاعف الرقم تساوي سطوع 4,000 نت. طبعا هاي التقنية اذا ما كانت بساعة ابل ووتش الترا 2 حتكون اكيد بالابل ووتش الترا 3. لكن في شغلة اخيرة، هاي الشاشات حتكون في البداية شاشات باهظة الثمن، لانه اي تقنية جديدة ببدايتها بتكون بتكلف اكتر، لكن مع مرور الزمن بتبلش ترخص تدريجيا. ففرصة كبيرة لابل انها تجرب هاي الشاشات بساعة ابل ووتش، وبالتالي تتأكد انه هي الشاشات نظامية وتمام، واذا عجبتها الفكرة بتطبق الفكرة على شاشات الايفون وفيما بعد شاشات الايباد. بالنسبة لساعة ابل ووتش الترا، في تسريبات عم تقول رح يزداد حجم الشاشة ليصير 2.1 انش بدل من 1.92 الحالي. هلا وصلنا للفقرة الاخيرة اللي هي مشروع ابل السري في مواجهة الخصوم. لا اخفيكم سرا اني انا سمعت بهالتقنية من فترة طويلة، لكن اللي أشعل مواقع التكنولوجيا كلها بالخبر هو مارك جورمان محلل بلومبرغ. أكثر ميزة أنا شخصيا متحمس لها وعم بنتظرها بفارغ الصبر هي مستشعر الجلوكوز لمراقبة مستوى السكر بالدم. تعمل عليه أبل منذ عدة سنوات، تحديدا بالعام 2010 شركة أبل استحوذت على شركة ناشئة اسمها رير لايت. هاي الشركة كانت شركة ناشئة بهذاك الوقت. هاي الشركة كانت عم تطور طريقة جديدة لمراقبة الجلوكوز بالدم بطريقة غير تقليدية. صفقة الاستحواذ كانت ضمن مشروع سري أطلقت عليه أبل اسم E5. هذا هو إرث ستيف جوبز الحقيقي. استثمرت أبل بتطوير هالمشروع اللي هو A5 مئات الملايين من الدولارات حسب جورمان، وعم يشتغل على هالمشروع من فترة طويلة مئات المهندسين. فكرة المشروع هو تطوير تقنية لقياس مستوى السكر بالدم من دون الحاجة لأخذ الإبر وأخذ عينات من الدم وتحليلها. هاي التقنية بتجمع ما بين التقنيات الضوئية والتحليل الطيفي لحساب تركيز الجلوكوز في الدم، وأحرز المشروع تقدم كبير واختراقات كبيرة جدا بهذا المجال. وبتوقع انه ابل تحصل خلال فترة قريبة على موافقة ادارة الغذاء والدواء الامريكية لتضمين مستشعر جلوكوز الدم بساعتها الذكية. قوة هالمشروع انه المستشعر اذا تضمن بالساعة الذكية مو بس بيقدر يعطيك مستوى السكر بالدم، وبامكانه يكتشف العلامات المبكرة للسكر بالدم، لكن للأسف حسب كلام مارك جورمان لازم ننتظر ما بين 3 سنوات لسبع سنوات لحتى تكون التقنية جاهزة. بهي الأثناء أبل عم تعمل على تحسين خوارزميات المستشعر وبنفس الوقت تصغير حجمه ليتسع ضمن ساعة أبل ووتش. وإذا نجحت أبل بإضافة مستشعر الجلوكوز لساعتها الذكية، والمسألة حسب وجهة نظري حاليا مسألة وقت فقط لا غير، حتكون أبل بهي الحالة وجهت ضربة قاضية لخصومها فيما يتعلق بالسمارت ووتش. لأنه حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية بالعام 2014 كان عدد سكان الكرة الأرضية المصابين بمرض السكري أكثر من 422 مليون. اليوم العدد بفوق 500 مليون شخص. بطبيعة الحال أبل اشتغلت على المشروع لسنوات طويلة،
اي شركه ثانيه بدها تنافس ابل لازم تشتغل نفس عدد السنوات على المشروع لحتى تقدر توصل لنفس التقنيه اللي وصلتها ابل، وبالتالي ابل حتكون بالقمه لسنوات طويله. من وجهه نظري رفض ابل للتعليق على تقرير بلومبرج هو بحد ذاته تاكيد على انه المشروع موجود وعلى انه ابل ممكن باي سنه من السنوات القادمه تطلع بساعتها مع مستشعر الجلوكوز. وبالنهايه لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. اتركوا لنا رأيكم بالتعليقات، شو رأيكم بمشروع أبل السري؟ يا ترى هل أبل إذا نزلت ساعة أبل ووتش مع مستشعر الجلوكوز حتشتريها؟ أنا عن نفسي أول واحد راح أشتريها. بتمنى لكم الصحة والعافية، تحياتي، إلى اللقاء.